والله احنا اهل المركبات الحمل مظلومين. خوش مظلومين، تجي هنا توقف تلزم سره 3 ساعات 4 ساعات ما تحصل غاز. خوش والحصه قليله، او احنا بلد نفطي والناشد دولة رئيس الوزراء يشوف لنا يعني صيغة حل. من الساعة 10 انا متاكد الساعة 3 بالاربعة لو وصلنا السر لو وصلنا السر العصر. ولا اكل ولا شرب، هات تشوف بعينك انت. واحنا عندنا عوائل عمي، عندنا عوائل، ليش العراق خيرات الله بيه، رحمة فضيلة بيه. شنو غاز ماكو الديوانية كلها بس الرئيسية بيها، ليش؟ ليش هذا ظلم؟ زين احنا ايش وقت نعيش عوائلنا؟ اذا اقضي نهاري كله لازم اصير اشتغل بالليل. أزمة الغاز في محافظة الديوانية، طبعا هذه أزمة هي في عموم العراق. كان أحد أسباب هذه الأزمة هو الصيانة الدورية لمصفى كربلاء، وكذلك توقف المعامل الأسفلت اللي كانت تغطي جزء من الاحتياج المحلي. حقيقة يعني كان لنا تواصل مع شخصيات بوزارة النفط ومع لجنة النفط النيابية والثروات الطبيعية النيابية. الأمور إن شاء الله خلال الأسبوع القادم راح تنحل هذه الأزمة إن شاء الله. ما هو قصة نحن نعمل نفسه.